بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الخميس الموافق 14/10/2021 من, من مجزر البساتين تم تحميل 14 طن من لحوم سكوك الاضاح موزعه على المديريات الاتيه مديريه اوقاف اسيوط 4 طن مديريه اوقاف البحر الاحمر 2 طن مديريه اوقاف الجيزه 4 طن مديريه اوقاف القلوبيه 4 طن والله عز وجل الموفق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته